بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. أغلب أعطال مكانس الكهربائية هواي الناس يلجؤون إلى فتحها بهاي الطريقة. طبعا إذا أنت فتحتها وتريد تتأكد 100% بأنه المكناسة مالتك تشتغل لو لا، هذا طبعا توصيل الكهرباء تشوفونه، هذا لازم تفحص هنا على هالنقطتين، هذين النقطتين لازم يطلع عندك شقد 220، يعني نفس دخول المصدر مالتك. فإذا فحصت هنا وطلع ماكو، بس هذا فحصنا عليه ماكو، فحاولت أنا شو أسوي، أغير بالواير. لاحظ لاحظ، إذن بيصير عندي تغير بهذا السيريس. إذن أغلب شيء هو القطع مالته يصير وين؟ بناية بهذا المكان. زين عيني، فهسه راح نقطعها ونشغلها ونشوفها تشتغل ولا لا. طبعا طريقة الفتح هواي يحتارون بيها، الفتح مالته كل السهل، ينفتح هذا أول مرة الغطاء، وبعدين ترفع هذا. لاحظ راح تلقى نابض هنا، هذا نابض السويتش وهذا نابض تحرير الواير مالته. طريقة التركيب مالته أيضا كل السهلة، لاحظ هاي الموجهات، هاي الموجهات تقعد هنا ورا ما تقعد هنا، راح تجيب شنو، تجيب هذا الغطاء، دا أصور هسه وحدي، تجيب الغطاء هذا وتخليه أيضا يثبت هذه مقابل هذه، راح أشد لكم إياها وتشوفونه. لا تنسى قبل ما تركبه أكو براغي مثبتات، هذا برغي تشوفونه، هذا البرغي اللي هنا ضروري يثبت حتى يكمل، وهذا البرغي الاخر وهذا البرغي الاخر. هنا بعد ما قطعنا الدك خلينا على هذا، شوف القطع ماله، تبين العطل بانه هذا السبب.